حضرة المشاهدين والمستمعين الكرام، أحييكم في هذه الحلقة 17 لقراءة القرآن العربية والآرامية السريانية لمتابعة ما شرحناه في الحلقة السابقة، ومن جملة ذلك ما شرحناه عن الشعراء، إلا أننا لم نشرح الآية أو الآفة التابعة والأخيرة بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهم الطبري إلا بمعنى الاستثناء عربيا، مع أنها تعني سريانيا أما الذين آمنوا. وينسب الطبري هذه الآية إلى ما سبقها وفقا لأهل التأويل بقوله، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله وصف هؤلاء الذين استثناهم من شعراء المؤمنين بذكر الله كثيرا، ولم يخص ذكرهم الله على حال دون حال في كتابه ولا على لسان رسوله، فصفتهم أنهم يذكرون الله كثيرا في كل أحوالهم. وقوله وانتصروا من بعد ما ظلموا، يقول وانتصروا ممن هجاهم من شعراء المشركين ظلما بشعرهم وهجائهم إياهم وإجابتهم عما هجوا هجوهم به، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل إنما لا علاقة لهذه الآية بما سبقها ولا بشعراء الرسول حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك الذين لجأوا إلى الرسول وهم يبكون فقالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء، فدل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن الرسول استثناهم من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. ولا شيء من الصحة في هذه التفاسير الصادرة عن مخيلة أهل التأويل. والحقيقة أن هذه الآية لها مغزى عام لإنهاء هذه السورة، كما وردت ما لا يقل عن 61 مرة في القرآن بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا علاقة لهذا الكلام بالشعراء ومن تبعهم من الغاوين، ولا بكونهم ظالمين أو مظلومين كما جاء ذكرهم في الآية الأخيرة. إنما يعطينا القرآن بهذه الآية نموذجا نحويا عن بنية هذه الجملة المركبة من مبتدأ وخبر، كما لم ينتبه إليها الطبري ولا أهل التأويل. وتقرأ هذه الجملة كما يلي: إلا الذين آمنوا، أي أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحرف الاستثناء العربي إلا مركب من حرفين سريانيين، أولهما اسم الإشارة هين الذي تحول إلى إن ثم إلى إن، ثانيا من حرف النفي لا، وبإدغام النون من إن باللام التابعة من لا، من أصل هين لا أي هذا لا إشارة إلى ما يتبع، نتج حرف الاستثناء العربي إلا مركب من هين لا إن لا إلا. أما نفس الأصل ونفس الإدغام السرياني إلا يعني عربيا أما، وقد ورد هذا المعنى مرات عديدة في القرآن دون أن يستوعب أهل التأويل وأهل اللغة معناه السرياني، فاعتبروه بمعنى الاستثناء العربي. وإذا علينا أن نميز حسب السياق بين معنى إلا السرياني بمعنى أما العربي وبين معنى الاستثناء العربي، فإذا قرأنا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدلا من المفهوم العربي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمنتظر من أما الدالة على مبتدأ
أن يتبعها الخبر. وللدلالة على الخبر علينا أن نقرأ الآية المذكورة كما يلي: إلا بمعنى أما، وأما مركبة كذلك من مختصر اسم الإشارة هين وإن بإدغام النون بميم النفي ما، فتصبح إن ما أما، ولها نفس معنى لكن المركبة أولا من حرف النفي لا، ثانيا من حرف التشبيه ك، ثالثا من مختصر اسم الإشارة الآرامي هين، فيصبح الأصل لا ك هين بالمختصر لكن، أي ليس كهذا أي كالتابع، وهو نفي ما يتبع أو استدراك ما سبق. ولها نفس معنى إلا أن المركبة من مختصر الأصل الآرامي هين لا هين لتصبح عربيا إلا أن بمعنى باستثناء ما يلي نسبة إلى ما سبق. نعيد قراءة الآية أو الآثة المذكورة كما يلي: إلا عربيا بمعنى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وكثيرا لها هنا معنى المداومة السرياني مثل في سورة الكوثر سريانيا كثارة أي المداومة، وليس معنى الكثرة العربي. وهنا ينتهي المبتدأ، ويتبع الخبر بالواو التي ليست واو عطف بل الواو الدالة على الخبر سريانيا، كما وردت في القرآن مرات عديدة دون أن يأبه إليها أهل اللغة لعدم وجود الواو بهذا المعنى في العربية الفصحى. ومثال ذلك في القرآن سورة الصفات الآية 103: فلما أسلما أي سريانيا بمعنى فلما انتهيا من إنشاء المذبح أو المحرقة، وتله أي سريانيا وربطه أي ربط إبراهيم ابنه للجبين، قراءة خاطئة بتنقيط خاطئ من المرحلة الرابعة، والقراءة الصحيحة للحابين سريانيا أي على الوقود. وهنا ينتهي المبتدأ ويتبع الخبر بواو: وناديناه أن يا إبراهيم، أي ناديناه أن، وأصلها سريانيا هين هذا أي ما يلي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فللدلالة على الخبر في الآية المذكورة من سورة الشعراء علينا قراءتها كما يلي: إلا أي أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، هنا ينتهي المبتدأ ويتبع الخبر بواو: وانتصروا بعدما ظلموا، أي انتصروا بعدما ظلموا، والواو زائدة حسب العربية الفصحى. وفعل انتصر ليس له معنى الانتصار العربي بل معنى السعادة السرياني، ففعل انصاح السرياني له المعاني التالية: أولا معنى الانتصار والفوز، ثانيا معنى المجد والسعادة. وقد ورد فعل فاز ومشتقاته الفوز والفائزون والمفاز 27 مرة بهذا المعنى في القرآن، أي أنهم سينالون السعادة في الجنة بعد ظلمهم. ونتيجة هذه الجملة بمبتدأ وخبر الجملة الأخيرة: وسيعلم أي وكذلك سيعلم الذين ظلموا، أي كل من ظلم أي منقلب ينقلبون. ومنقلب هنا مصدر ميمي بمعنى الانقلاب، والمعنى السرياني كيف سينعكس عليهم مصيرهم في الآخرة. وبهذا المفهوم لا علاقة لهذه الآية الأخيرة من سورة الشعراء بما سبق: والشعراء يتبعهم الغاوون. والملاحظ أن هذه الآية أو الآثة لا علاقة لها بما سبقها،
ولا بما تبعها من السورة المسمات في وقت لاحق بسورة الشعراء. نأتي الآن إلى ما ذكرناه في الحلقة السابقة عن سورة الحاقة. والحاقة بدون تشديد القاف تعني سريانيا دوي القرن أو البوق يوم القيامة. ونتابع شرح الآيات 44 إلى 46. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تفسير الطبري يقول تعالى ذكره: ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل الباطلة وتكذب علينا لأخذنا منه باليمين. يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. قالوا: وإنما ذلك مثل، ومعناه إن كنا نذله ونهينه ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ويذكر الطبري 11 حديثا عن ابن عباس وابن جبير وعن مجاهد وقتادة وعبيد وابن زيد وعن الضحاك يقول: لقطعنا منه الوتين، وتين القلب، وهو عرق يكون في القلب، فإذا قطع مات الإنسان. التحليل اللغوي والنحوي لهذه الجملة المركبة من مبتدأ وخبر كالتالي: أولا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو مركبة من لا الافتراضية أو الشرطية كما تأتي للتمني، متصلة بضمير الغائب هو، فتصبح لا هو لو. ثانيا، تقول علينا بعض الأقاويل مفهومها بمعنى أقاويل الشاعر. ثالثا، خبر الجملة الشرطية لأخذنا منه باليمين، بخلاف رأي الطبري ومن ذكره من أهل التأويل، لأخذنا منه باليمين لا تعني لأخذنا بيمينه، بل باليمين مختصر جملة معترضة بين قوسين بمعنى نقسم باليمين توكيدا لما يلي، ثم أي وعلاوة على ذلك لقطعنا منه، أي لأخذنا منه وقطعنا منه الوتين. تصحيح كتابة الوتين: من جملة أخطاء النساخ بخلط الدال والراء من الخط الكرشوني إلى العربي نقلهما أحياناً كواو لتشابه رسم الدال والراء السريانية بالواو العربية. ومن الممكن أيضاً نقل الراء من أصل عربي كواو عربية لقرب شكلهما في الرسم الحجازي والكوفي. وفي هذه الحال أخطأ الناسخ بنقل كتابة الرنين السريانية إلى الوتين، إما من المرحلة الأولى من الأصل الكرشوني إلى الثانية، أو من المرحلة الثانية إلى الثالثة، أي من العربي إلى العربي. شرح كلمة الرنين السريانية: فعل رنا السرياني، يعني أولا رنا حدق، ثانيا تروى تفكر تأمل، ثالثا ظن خال توهم تصور. والرنين صيغة نسبة الاسم السرياني الذي يعني
مقدرة التفكر والتخيل فيكون المعنى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه نقسم باليمين، ثم أي وفوق ذلك لقطعنا منه الرنين، وبالمختصر لأخذنا ثم لقطعنا منه الرنين، أي لأخذنا وقطعنا منه مقدرة التفكر والتصور. شرح أصل ثم. الأصل السرياني هو توف من فعل تاف انتوف، ومنه العربي تاب يتوب بمعنى عاد ورجع. والتوبة مفهومها العربي بمعنى الرجوع عن الخطأ، والثواب بمعنى الجزاء أي الرد على عمل صالح. والباء في توب السريانية تحولت إلى ميم في المندائية حيث تلفظ توم، ومنها الكتابة المختصرة بدون واو في القرآن بالثاء والميم بقراءة ثم. والمفروض أن تقرأ توم وليس ثم بتشديد الميم. ومنها بالدارجة العربية التم عبارة عن الشفتين، والتوم لولادة اثنين، والثوم لوجود قشرتين خارجية وداخلية. ويظهر قلب الثاء المثلثة إلى فاء لقرب لفظهما من كلمة ثوم إلى فوم في القرآن سورة البقرة 61. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. ويشير لنا هذا التحول أن الأصل هو الثوم بالثاء المثلثة، واللفظ الثانوي فوم بالفاء وليس العكس كما يفترضه تيودور نالدكر في دراسته عن علم اللسانيات السامية الصادر سنة 1910 في ستراسبورغ أو ستراسبورغ صفحة 171، معتبرا أن الفاء في كلمة فم هي الأصل، وأن لفظها بالتاء والثاء المثلثة في اللهجات العربية ثانوية، إلا أن الدليل على اللفظ الأساسي هو معنى التم والثم المشير إلى الشفتين، فيكون لفظ الفاء اللفظ الثانوي للثاء المثلثة وليس العكس. ونرى هذا التطور أولا من الباء السريانية في توب، ثانيا تحولها إلى ميم في توم، ثالثا ومن لفظ ثوم بالثاء المثلثة إلى فوم سريانيا بمعنى الفم، رابعا ومنها باختصارها بحذف الواو إلى فم عربيا، خامسا وبحذف الميم النهائية مع الاحتفاظ بالواو السريانية إلى فو عربيا، لتصبح في النحو العربي مما سمي بالأسماء الخمسة وهي أب وأخ وحم وفو وذو. واعتبر النحويون كلمة فو من العربية القديمة، بينما هي بالحقيقة لفظ ثانوي مختصر من كلمة فوم السريانية، كما أن ذو مركبة من اسم الإشارة السرياني ذي وضمير الغائب هو، وبإدغامها أصبح لفظ ذو بمعنى اسم الموصول الذي هو. وقد جاء هذا المعنى في سورة النجم والصحيح النحام، وهو مرادف ليوم القيامة سريانيا الآية 5 و6،
علمه شديد القوة بالمفرد وليس القوة بالجمع، وهو سريانيا من أسماء الله الحسنى، ذو مرة تنقيط الهاء خاطئ من المرحلة الرابعة، ويلفظ سريانيا دهو مارا أي الذي هو الرب. وقد ورد مفرد فا بالنصب مرة واحدة في القرآن، وجمع بأفواهكم مرتين، وبأفواههم من أفواههم وعلى أفواههم ثمان مرات، وجاءت مرتين بمعنى الوجوه سريانيا بقوله قد بدت البغضاء من أفواههم أي من وجوههم، وما تخفي صدورهم أكبر، سورة آل عمران الآية 118، وسورة إبراهيم الآية 9، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم أي قلبوا أيديهم في وجوه أي باتجاه وجوه رسلهم رفضا لرسالتهم، وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. إلا أن تعريب جمع أفواه بمعنى الوجوه من غير جذر سرياني، وهو أبي وأبايا، والأصل هو فعل عفى بالعين وأعفى الذي يعني ضاعف كرر وكثر، ويشير هذا المعنى إلى ثقبي الأنف الذي أصبح كناية عن الوجه بصيغة الجمع أبي وأبايا، بينما كلمة شئة الواردة 11 مرة في القرآن مشتقة من السريانية تجع المخففة إلا بيجيا، ومرادفها العربي فوج الوارد 5 مرات في القرآن، ومن بيجيا إلى بيا، فاستبدلت الياء بهمزة في المرحلة الخامسة لتدوين القرآن حيث قرأت فئة، وأصلها السرياني بيجعة أو بيجيا، ومرادفها العربي فوج. وقد جاء فعل عفا بتخفيف العين إلى همزة بقراءة أفا وإضافة الهمزة في أفاء من المرحلة الخامسة، بمعناه السرياني زاد وكثر وأفاض 3 مرات في القرآن بقوله في سورة الحشر مثلا الآية 6 و7، وما أفاء الله على رسوله، والأصل ما عفى الله على رسوله أي ما أفاض الله على رسوله. ويشرح الطبري أفاء بمعنى رد، والذي رده الله على رسوله منهم يعني من أموال بني النضير، يقال منهم فاء الشيء على فلان إذا رجع إليه، وهذا التفسير من ابتداع الطبري وأهل التأويل. وقد ورد فعل أناب بالنون ومشتقاته 18 مرة بقراءة خاطئة بالنون من المرحلة الرابعة في القرآن، وأصل من فعل تاب، كما جاءت كتابة لا تثريب عليكم سورة يوسف الآية 92 بنقل الواو كراء من المرحلة الثانية إلى الثالثة، لأن الواو السريانية لا يمكن خلطها بالراء العربية. ويعني يوسف بقوله لإخوته لا تتويب عليكم أنه ليس عليهم أن يكفروا عن معاملتهم السابقة تجاه يوسف، ولذا قوله اليوم يغفر الله لكم. وقراءة تتويب مصدر فعل توب يتويب تتويبا بمعنى طلب منه أن يتوب. نأتي الآن إلى معنى الطامة الكبرى،
أولا كما يفهمها الطبري، وقوله فإذا جاءت الطامة الكبرى يقول تعالى ذكره، فإذا جاءت التي تطم على كل هائلة من الأمور فتغمر ما سواها بعظيم هولها. وقيل إنها اسم من أسماء يوم القيامة، والمفهوم الأخير صحيح، إلا أن الطامة لا علاقة لها باسم الفاعل العربي من فعل طم يطمه، بل الكلمة سريانية الأصل، إنما بلفظها المندائي بحذف العين من فعل طعيم السرياني الذي يعني أولا طعم فاق، ثانيا قاس واحتمل، ثالثا اختبر. وهذا المعنى المجازي هو المقصود بكلمة الطامة بدون تشديد الميم، وأصلها السرياني بصيغة المؤنث طعمت بمعنى الاختبار، والمعنى المندائي بلفظ طامة بالإنجليزية judgment وبالفرنسية the jugement أي الحكم، أي يوم الحكم أو يوم الدين. وصفة الطامة الكبرى يقابلها التعبير السرياني يوم راب ابن حامة أي يوم القيامة الكبير. والتعبير العربي المقابل للتعبير السرياني طامة هو ما قرئ التغابن بتنقيط خاطئ من المرحلة الرابعة، والصحيح لفظ التعاين أي يوم الامتحان كناية عن يوم الدين. ننهي هنا هذه الحلقة على أمل متابعتها في وقت قريب إن شاء الله. وفي الختام شكرا لكم ولمتابعتكم، والرجاء تفعيل الجرس والاشتراك في القناة لنوافيكم بكل جديد في حينه. مع التحية والسلام عليكم.